السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعتذر على الخلل التقني اللي وقع، اللي ماشي مسؤول عليه الأولاد، هما اللي مسؤولين عليه. وفي نفس الوقت يعني رايح نتخذها عادة بإذن الله باش نتواصل معاكم، لأن نحب نتواصلوا، نحب نتشاوروا، ناخذوا الآراء تاعنا، تاخذوا الآراء تاعي وتاع ناس واحد آخرين، باش نحسوا جميعا بأننا متحدين في الأهداف، متحدين في التحرك تاعنا. بهذا اليوم، هذه المناسبة، حبيت نحكي في موضوع تاع الاقتراح تاع السيد قائد الأركان فيما يخص تفعيل المادة 102 من الدستور. أنا أولا أريد أن أشير، أتمنى بأن هذا ليس قرار وإنما مجرد اقتراح. إذا كان مجرد اقتراح، نقول في الموضوع بأنه جاء متأخر جدا، كان باستطاعة الإخوة باش يفعلوا هذه المادة منذ سنة، منذ سنتين، منذ 3 سنوات، لأن الكل كان يعرف بدون استثناء بأن الرئيس لم يكن في قدراته الصحية والعقلية لإدارة الشأن العام، وكان على الإخوة أن يفكروا في تفعيل مادة 102 من الدستور الجزائري. ولكن نقوم أو نطالب أو نقترح بتفعيل هذه المادة في هذا الوقت بالذات، أعتقد بأن هذا تشوبه عدة عيوب. أولا، الذي له الصلاحية، إذا كنا نتحدث عن الدستور، هو المجلس الدستوري هو الذي يشير إلى إمكانية تفعيل المادة 102. ثانيا، المادة 102 لتفعيلها، إن الفترة الرئاسية ما زالت طويلة. هذا الرئيس المريض ربي يشفيه، هذا بقاله شهر، وتفعيل المادة هو للعجز المؤقت لمدة 45 يوم. إذن إحنا الرئيس رايحة تنتهي العهدة تاعه يوم 28 أفريل، إذن حتى من الناحية الزمنية لا مجال لتفعيل هذه المادة. ولكن الخطورة التفعيل المادة 102 على الحراك اللي عرفته الجزائر منذ 22 فبراير إلى اليوم. الجزائريين لما خرجنا جميعا، قلنا لا للعهدة الخامسة، لا للانتخابات، ثم بعد رسالة 11 مارس قلنا لا لخارطة الطريق، لا للتمديد. وفي نفس الوقت الطبقة السياسية والجزائريين متفقين بأن المرحلة الانتقالية لكي لا تسرق هذه الثورة السلبية، يجب أن تكون هناك مؤسسات انتقالية يقبلها الشعب الجزائري. اقتراح تفعيل مادة 202 معناه في تطبيق المادة 202 و204 هو أن اللي يحكم الفترة الانتقالية، فترة الشغور، هو رئيس مجلس الأمة، اللي 45 يوم الشغور الأول، ثم الشغور النهائي 3 شهور 90 يوم. رئيس مجلس الأمة ليس لتشخيص الحديث، وإنما نقول باللي هذا الأخ هو أحد رموز النظام، والجزائريين والجزائريات ما يقدروش يطمئنوا بأن ثورتهم وبأن المؤسسات الانتقالية ستعمل من أجل تكريس الديمقراطية، ومن أن أصواتهم في المستقبل سترى النور داخل مؤسسات منتخبة حقيقة. 2، تطبيق المادة 202 هو أنه رئيس الحكومة الحالية سيستمر، هو اللي ينظم الانتخابات، والمجلس الدستوري الذي عين لخدمة الرئيس هو الذي سيشرف على نتائج الانتخابات. معناه أن النظام القديم ورموز النظام القديم
هم الذين سيشرفون على المرحلة الانتقالية، وهم الذين سينظمون الانتخابات ويعلنون النتائج. وهذا الشيء غير مقبول اعتقادي من طرف الجزائريين والجزائريات. قالوها بصوت واحد: نريد منكم الذهاب، من فضلكم نريد منكم الرحيل، لا نريدكم، لا نريدكم تأطير المرحلة الانتقالية، نريد حكومة وفاق وطني بالتشاور مع الطبقة السياسية التي يثق فيها الشعب. وهناك كثير من أبناء الجزائر اللي عندهم التجربة والإمكانيات لتمرير هذه المرحلة الانتقالية بسهولة وبسلاسة، والشعب يثق فيهم ويشكل حكومة مهمتها هي تصريف الشأن العام وتنظيم هذه الانتخابات. إذا نفس رموز النظام اللي فسد البلاد، اللي ربما زور إرادة الشعب وخلى الشعب يرفض الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأنه يعلم مسبقا منذ أكثر من 20 سنة بأنه لا يمكن أن يرى نتائج تصويته في أي انتخابات. لماذا؟ لأن الإخوة يقومون بتزويرها، وهذا شيء تعود ودأب عليه نظام سياسي في الجزائر. على هذه نقول بأن هذا المقترح جاء متأخر جدا، وبأن الجزائريين والجزائريات يريدون مرحلة انتقالية لرجال ونساء يستطيعون أن يثقوا فيهم بأنهم لا يمكنهم تزوير انتخاباتهم المستقبلية. على هذه نتمنى لأن يبدو أن البعض لم يفهم رسالة الجزائريات والجزائريين جيدا، وهؤلاء لهم من الوعي والإصرار بأنهم سيعملون وبطريقة سلمية، على أن لا أحد سيستطيع الالتفات على إرادتهم، وإرادتهم هي الذهاب لجمهورية ديمقراطية مصدر السلطة فيها هو الشعب الجزائري. نتمنى أن الجزائريين والجزائريات يعني مدركين بأن تطبيق المادة 102 هي نوع من الإجهاض للحراك السلمي اللي عرفته الجزائر منذ 22 فبراير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنية وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه. يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكراندات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة، أقول الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة بالشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور بمادته 102.